السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك وجمعه مباركه. تبارك الله عليكم، جمعه مباركه ان شاء الله من مدينه تاوريت اليوم، لان هذه هي تاوريت. تبارك الله عليكم، مزدهره مفتخره، كتشوفوا فينا كانت تباهوا ببلادنا، الله يحفظكم. نتمنى ان تباهوا بمغربنا، الله يحفظكم، مع الفنان والاعلامي عبد الكريم الظريف. دابا حاولت نشرح لكم هذه المشاهد العظيمه اللي هي على مدينه تاوريرت وعلى المناظر الطبيعيه اللي فيها وباش كتمتاز. خوتي خواتاتي، نهاركم طيب في هذا النهار مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا بألف خير وصحه وسلامه وطول العمر ان شاء الله يا اخواني. المهم حياكم الله ورعاكم، ودابا راه خيرت الوقت المناسب اللي كتكون فيه شويه الناس ناقصه، يعني علاش؟ باش الفيديو يطلع لكم مزيان ويرقكم وينال الاعجاب ديالكم. ودائما مع الفنان والاعلامي عبد الكريم الطريف. حنا دابا حاليا ان شاء الله راحنا في واحد الحفل ان شاء الله بهيج، نتمنوا يدوز بخير وعلى خير على علينا وعليكم على كافه المغاربه. وهذا والظروف الحمد لله راها ملائمه والاجواء مزيانه في هذه البلاد السعيده اللي هي مدينه تاوريرت. دائما الفنان الاعلامي عبد الكريم الطريف فين ما مشى لشي بلاص الا وكيبغي يلقط يقبض لكم شي لقطات اللي هي شيقه ورائعه وزوينه على هذا البلاد المضياف اللي هو المغرب الحبيب. حياكم الله رعاكم، وما نساوش دائما، ما نساوش بان كنعبروا دائما بالولاء والاخلاص ديالنا جلاله محمد السادس صلاح الله واياده. ودائما ما كتنساو بان ما تنساوش بان المغاربه متشبتين بالصحراء اللي هي ديالهم، الصحراء المغربيه اللي هي بلادنا، وغادي تبقى مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وكنتمناو باش يلحق ربي الشمل بخوتنا الاخرين اللي هما في الشرق المغربي. تحياتي خوتي، حياكم الله رعاكم، وكنتمناو دائما الجاليه المغربيه المقيمه الخارج باش ان شاء الله كي تجي هذا العام تجي لواحد البلاد اللي هي رائعه ممتازه جميله اللي هو المغرب وبلاده الام. اخي المشاهد اختي المشاهده، دائما عودناكم باش في محطين الرحال الا نصوركم واحد الفيديو اللي كيكون رائع وشيق وجميل. وهنا تبعوا معايا، بما ان راني كنتحرك يعني كامل الحريه والتصرف، لان القانون كيسمح لي باش نصور باسم الاعلامي عبد الكريم الطريف. حياكم الله ورعاكم، ورحنا معكم دائما دائما عودناكم، ودائما رحنا مازال كنعودكم على هذه المناظر اللي هي شيقه ورائعه وجميله من مدينه تاوريرت. وكان نقول لكم في اخر مطاف استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. حياكم الله ورعاكم، وتحياتي تحيات ناس بوعرفه للمغرب الحبيب.